بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 69 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، ونرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي بعثه الأخ أبو خالد من الرياض. يقول: إذا أقرضت شخصا مبلغا من المال ثم قدر الله عليه أن أفلس، وأعلم أنه قد اشترى بالقرض سيارة، فهل يحق لي أن أخذ السيارة من وأخصمها من نصيبي؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ليس لك أن تأخذ السيارة لأنها ملكه إلا إذا رضي بذلك ودفعها إليك عوضا عن مالك فلا بأس. إنما لو أعرته سيارة أو بعتها عليه، أو بعت السيارة عليه بثمن معلوم ثم أفلس ولم يستطع التسديد، ووجدت سيارة بعينها عنده، فلك أخذها، لأن هذه تسمى مسألة الظفر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: يعني أخذ السيارة إعمالا بالقاعدة المعروفة أن البدل له حق بدل. لا، هي ملكه، ملك المشتري، وما أخذ منك سيارة، هو أخذ منك دراهم، الواجب لك عليه الدراهم، تنظره إلى ميسرة. قال الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول حفظك الله سعد من الرياض: نعرف أن الطفل بعد سن 7 يخير بين أبيه وأمه من أجل الحضانة، فهل الجدة أم الأم مثل الأم؟ نعم، أم الأم تنزل منزلة الأم عند عدم الأم، تنتقل إليها الحضانة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل حفظ الله معاذ أحمد من الدمام يقول: شخص أعطاني مبلغا من المال لكي أوصله إلى شخص آخر وهو في جيبي، فاشتريت به شيئا لنفسي بحجة أن نفس المبلغ عندي في بيتي، فهل يحل لي ذلك؟ لا يحل لك ذلك، لأن هذا أمانة، والأمانة لا يتصرف فيها الأمين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لا يجوز لك أن تتصرف فيها وهي أمانة إلا إذا استأذنت من صاحبها. نعم، أيضا نسأل يقول: إذا قال شخص لآخر: كن شريكا معي في تجارتي وليس عليك خسارة لو خسرت، علما أنهما اشتركا بمالهما وببدنهما. هذا شرط باطل، ولا يجوز، أنه لا خسارة عليه، بل خسارة على الجميع، تكون على الجميع. نعم، أحسن الله إليكم. ننتقل إلى سؤال آخر. هذا يسأل حفظكم الله: إذا كان الرجل كثير الحلف فكيف يعمل في الكفارة؟ بارك الله فيكم. إذا كان يجري اليمين على لسانه ولم يقصد عقده فليس عليه شيء، يكون هذا من لغو اليمين. أما إذا قصد عقده على الشيء إنها تجب عليه الكفارة، لكن إذا كانت الأيمان على شيء واحد ولم يكفر إنه يكفر كفارة واحدة لأنها تتداخل. أما إذا كانت الكفارة الأيمان على أشياء متعددة فكل يمين لها كفارة. نعم، أحسن الله إليكم. سؤال آخر من الأخ خالد من الرياض يقول: إذا طلب المدين من الدائن بعد أن حل الأجل أن يؤجل الدين مع قدرة المدين على الوفاء فرضي الدائن، فهل يعد هذا من المطل الوارد في الحديث؟ لا، إذا سمح صاحبه بتأخيره وبدون زيادة فيه، سمح بتأخيره فلا حرج في ذلك، ولا يعد هذا من المماطلة لأنه بإذن صاحب المال. نعم، أيضا سؤاله الآخر يقول: إذا كان المدين فقير وحل الأجل وهو ما زال في فقره، فمن المعروف أنه لا يحل لي مطالبته، لكن إذا وعدني بسداد ما عليه في وقت معين فهل يحق لي أن أطالبه أو أذكره بموعد السداد فقط بدون مطالبة؟ إذا كان عنده مقدرة على التسديد تذكره، ما إذا لم يكن عنده مقدرة على التسديد فلا فائدة في تذكيره، والواجب انظاره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم، أحسن الله إليكم. أنتقل إلى السائل فاعيم من الرياض يقول: إذا كان جماعة في سفر وأذنوا للصلاة فهل من السنة أن يقيموا الصلاة فورا، ثم على فرض أنهم لم يقيموها فورا فهل يشرع للشخص أن يتنفس
تنفل بين الأذان والإقامة أو أن المسافر شرع له القصر فلا يؤمر بمثل هذه النوافل. إذا كان قصده نفل مطلق لا بأس، أما إذا كان قصده راتبة قبل الصلاة فلا، لا تشرع الراتبة في حق المسافر الذي يقصر الصلاة. وإذا أذنوا ما يلزم أنهم يقيمون في الحال، هذا على حسب ما يتيسر لهم، لهم تأخير الإقامة إذا كان هذا أرفق بهم والوقت موسع. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: يكثر من بعض الناس إذا سقط أو رمى شيئا أو فزع من شيء أن يقول بسم الله، فهل لهذا أصل في الشرع؟ نعم، بسم الله تحصن بها من الشيطان ومن الجن، هذا شيء طيب. نعم. حفظكم الله. ننتقل إلى سؤال الأخ. الأخ بدر من جدة يقول: وجدت مع غنمي واحدة من الغنم ليست لي، فما العمل؟ علما أني لا أجد الوقت لأن أقوم بتعريفها أو لعدم الرغبة مني في تعريفها، وأريد أن أبرئ ذمتي. إما أن تبحث عن صاحبها، وإما أن تطردها عن غنمك، تبعدها عن غنمك، وإما أن تبقيها وتتعهد أنه إذا جاء صاحبها تدفعها له، تحسن إليها، هذا أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى السائل أبو فهد يقول: إذا شارك العمل الصالح غرضا دنيويا، سواء كان هذا الغرض الدنيوي مساويا في نيته للعمل الصالح أو كان من نيته للعمل الصالح أكثر، أو كان نيته الغرض الدنيوي أكثر، أرجو الإيضاح في ذلك. الإخلاص واجب، إخلاص العمل لله عز وجل، فإن كان قصده الدنيا فقط هذا باطل. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. أما إذا قصد وجه الله وأيضا تحرى أن هذا العمل ينفعه في حياته وأن يكون سببا لرزقه أو إفساح أجله، لا مانع من ذلك، يكون هذا تبعا، يكون هذه المنافع هذه تبع، والأصل أنه يقصد وجه الله سبحانه وتعالى بعمله. نعم. أحسن الله إليك. هذا يسأل يقول: أيضا حينما أعمل الأعمال الصالحة أخشى أن يخالط ذلك رياء، فكيف أفعل في هذه الحالة؟ لا توسوس، هذا من الوسواس، عليك أن تترك هذا الوسواس وأن تمضي في عملك، تخلص العمل لله عز وجل، ولا يوسوس لك الشيطان ويقول اترك العمل لأنه يخشى عليك من الرياء وما أشبه ذلك. نعم. بارك الله فيكم. هذا محمد صادق مسلم مقيم في المملكة يقول: ما حكم قراءة القرآن على القبور والدعاء للميت عند قبره ودعاء الإنسان لنفسه عند القبر؟ قراءة القرآن عند القبر بدعة، لم يرد بها دليل من الكتاب ولا من السنة، فلا يقرأ القرآن عند القبر. وأما الدعاء للميت فهذا مشروع، تدعو له بالمغفرة والرحمة لأنه بحاجة إلى الدعاء. وأما دعاؤك لنفسك عند القبر فهذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك، فلا تفعل هذا العمل. نعم. سؤاله الآخر يقول: ما حكم زيارة المقابر وقراءة الفاتحة وزيارة النساء للمقابر؟ زيارة القبور لأجل الاعتبار والاتعاظ والدعاء للأموات مشروعة، وأما قراءة الفاتحة فهي بدعة، ما ورد أن الفاتحة تقرأ عند الزيارة أو عند القبور ولا شيء من القرآن. وأما النساء فيحرم عليها أن تزور القبور، قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور متخذين عليها المساجد والسرج. وفي رواية: لعن الله زائرات القبور. لا يجوز للمرأة أن تزور المقبرة، ولكن تدعو لقريبها من غير زيارة، وتدعو للمسلمين أيضا غير زيارة لقبورهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أم صالح تقول: عند مزح الزوج مع زوجته والتلفظ بالطلاق، هل يعتبر الطلاق نافذ بالفعل أم أنه من باب المزاح؟ لا لا، ما يمزح بالطلاق، الطلاق إذا تلفظ به وقع جادا أو هازلا كما في الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. لا يجوز له أن يعبث بالطلاق ويقول أنا أمزح، إذا تلفظ به وقع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: بالنسبة للصلاة وراء إمام المسجد المجاور لمنزلي، لكنه كثير السهو وأرغب أن أنتقل إلى المسجد الآخر، فما حكم ذلك؟ نعم، إذا كان عليك ملاحظة على هذا الإمام ولا يطمئن بالك الصلاة خلفه فاذهب إلى المسجد الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات مرسلة هذا السؤال، تقول: امرأة لا تتصرف في مالها وولدها يريد أن يتزوج، فهل يجوز إعطاؤه من مالها؟ لا، المال بيدها وهو ملكها، ولا يجوز أخذ شيء منه إلا بإذنه، لا بإذنها إن كانت عاقلة، ما إن كانت غير عاقلة فيحفظ لها ولا يأخذ منه شيء، فضله وليها لها ولا يأخذ منه شيء أو ينفق منه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا هذه إحدى الأخوات
تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي في العذر الشرعي؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والأولى أن لا تقرأ القرآن حتى تطهر وتغتسل. نعم. أبو هشام من الخارج يقول هل يجوز أداء العمرة عن المتوفى؟ نعم، هذا من القربة التي تنفعه بإذن الله، حج عنه والعمرة عن الميت هذا أمر نافع ولله الحمد ومشروع، ومن الأعمال التي تصل إلى الميت. نعم، إذا تقبلها الله. نعم. وهل ختم القرآن الكريم أيضا من الأعمال التي تصل إلى الميت؟ هذا لم يرد أن القرآن يقرأ عن الميت، لكن يدعى له. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذا السؤال من أحد الإخوة، أبو بدر من تبوك، يقول هل يجوز للرجل الذي يريد لطليقته التي طلقها بصك المحكمة بعد انتهاء العدة، هل يجوز له أن يعود إليها؟ يراجع المحكمة التي أصدرت الصك، ربما يكون هذا الطلاق بائنا بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد أن ينكحها زوج آخر، ما ندري عن نوعية هذا الطلاق، يراجع المحكمة. نعم. هذا يقول أنا المهندس ثامر من جدة أسأل عن حكم دفع صدقة للأخت ما دامت محتاجة. نعم، إذا لم يكن لها زوج يقوم بالإنفاق عليها ولا أحد من أولادها ولا ليس لها والد ينفق عليها، المهم إذا لم تكن عند أحد ينفق عليها وهي فقيرة لك أن تدفع الزكاة لها. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج، منيف تسأل عن سورة الواقعة، هل ورد فيها نص عن الرزق، وأنها تسأل أيضا عن الرقية وأن تقرأ للرقية أيضا؟ نعم، ورد في فضل قراءة سورة الواقعة أنها سبب للرزق، هذا ورد، ولكن أنها تقرأ لغير ذلك فلا. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل يسأل يقول من أبها، يقول صار علي حادث، وهو اسمه محمد، صار علي حادث بسيط وسلمني الله، وقلت إن شاء الله سأذبح خروف ولم أفعل، هل يعتبر ذلك نذر واجب؟ لا يعتبر واجبا، لأنك تيت بإن شاء الله، هذا استثناء، إذا قال إن شاء الله في النذر أو في اليمين إنه لا ينعقد. نعم. هذا الطالب محمد الصالح من الرياض يقول ما حكم من حفظ القرآن ثم نساه أو نسي شيئا منه؟ ينبغي أنه يتعاهد القرآن، يتعاهد حفظه ولا يهمله، لأن هذا تفريط، لكن ليس عليه إثم، ليس عليه بذلك إثم. نعم. بارك الله فيكم. محمد عبد الله من القوعية يقول نأمل من فضيلة الشيخ تقديم نصيحة لبعض أئمة المساجد الذين يستعجلون بالفتوى للناس، وخاصة يعني بعد الصلاة عندما يسألون في بعض الأمور التي قد تخفى عليه. الفتوى أمرها خطير، لا يجوز الدخول فيها إلا لأهل العلم والفقه والبصيرة عند الحاجة إليها، ولا يكفي أنه إمام مسجد، ما يكون إمام مسجد ليس عنده من العلم شيء ولا يفقه شيئا، عليه أن يتقي الله وأن يتجنب الفتوى، ويرسل السائل إلى القضاة الذين في البلد أو إلى الإفتاء، دار الإفتاء، أو إلى من هو أعلم منه، ولا يفتي وهو حجة أنه إمام المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا عبد الكريم من مصر يقول ما حكم من يستدل بالأحاديث الضعيفة؟ الحديث الضعيفة يستدل بها في الفضائل وفي ترغيب والترهيب، ولا يستدل بها لتأسيس الأحكام من الحلال والحرام والواجب، هذا لا يحتج بالحديث الضعيف. وأما الاستدلال بها في الترغيب والترهيب والاستدلال بها في الوعظ والتذكير لا بأس به، لا بالحث على الخير وتنفير من الشر. نعم. أحسن الله إليكم. أبو سالم من الجوف يقول كيف أوزع النفقة بين أولادي، وخاصة إذا كان بينهم فرق في العمر؟ كل تعطيه على قدر حاجته، النفقة على قدر الحاجة، معلوم أنه ليست نفقة الكبير مثل نفقة الصغير، وكل تعطيه من النفقة على قدر حاجته. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول ما حكم أن يخصص الوالد مبلغ خاص لأحد الإخوة دون إخوانه نظرا لحاجته؟ إذا كان لحاجته لوصف فيه فلا بأس، أما إذا أعطاه من باب المحاباة له دون إخوته فهذا حرام ولا يجوز، حتى يسوي بين أولاده في العطية، قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. هل توزع الهدية حفظكم الله مثل ما يوزع للذكر مثل حظ الأنثيين، أو النفقة أو العطية؟ نعم، العدل بين الأولاد يكون بقسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. محمد علي من مكة يقول هل يجوز أن أشتري سيارة بالإيجار من البنك الذي لا يملك السيارة ولكنه سيشتريها بناء على رغبتي ثم يؤجرها علي،
أولا لا يجوز للبنك ولا لغيره أن يبيع شيئا لا يملكه، لا يجوز بيع شيئا لا شيء لا يملكه، قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. ثانيا الآجار المنتهي بالتمليك هذا باطل ولا يجوز، لأنه جمع بين عقدين مختلفين، كل عقد له أحكام. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن مآل السيارة لا يدرى ما تنتهي إليه، قد تتلف وقد تنقص نقصا كبيرا ولا يبقى منها ما له قيمة، فهذا شيء مجهول وهذا استغلال للمحتاجين والفقراء، لا يجوز هذا العمل. إما أن يبيعها عليه بيعا فقط، وإما أن يؤجرها عليه تأجيرا فقط. نعم. أحسن الله إليكم. أم سعد من شقرة تقول: ما حكم الزكاة في الذهب المستعمل وقد لا يستعمل إلا مرة في كل 3 سنوات؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن الذهب المعد للاستعمال ليس فيه زكاة، لأنه لا ينوى للنماء وإنما هو للاستعمال، فليس فيه زكاة. هذا ما عليه جمهور أهل العلم، ولو لم يلبس إلا نادرا أو في المناسبات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: بعض الناس لا يصلي صلاة الفجر ولكنه يحافظ على الصلوات الباقية، فماذا نعمل له بارك الله فيكم؟ ألزموه بصلاة الفجر وأنكروا عليه. الله جل وعلا قال: حافظوا على الصلوات، ولم يستثني منها شيئا، حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. فلا يجوز التساهل في بعض الصلوات والمحافظة على بعض دون الآخر، هذا من التلاعب بالدين. نعم. محمد مفتي من الطائف يقول: أنا أسكن في مكة وأعمل في الطائف، وأصلي الظهر مع الجماعة ثم أصلي العصر قصرا، هل صلاتي صحيحة؟ هو أنا أسكن في مكة وأعمل في الطائف وأصلي الظهر مع الجماعة ثم أصلي العصر قصرا، هل صلاتي صحيحة؟ نعم، ما دمت سترجع ولا تبقى في الطائف مدة طويلة فلا بأس أنك تجمع العصر مع الظهر. نعم. أبو سعيد من أبها يقول: إذا خرج دم من الأسنان أو جرح بالجسد أثناء الصلاة هل تبطل الصلاة؟ دم اليسير لا يضر ولا تبطل به الصلاة ولا ينتقض به الوضوء، أما الدم الكثير فهذا محل خلاف، والأحوط أن الإنسان يتوضأ لأنه ينقض الوضوء إذا خرج دم كثير، وأيضا يغسل الدم ولو كان قليلا، يغسله من الثوب ولا يتركه. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: أخوكم محمد من جازان، ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث؟ واضح، لا وصية لوارث، لا يقول إذا مت فلان من أولادي أو من ورثتي له كذا وكذا، هذا حرام، لأن الإرث يكفي، ووصية له فيها إجحاف وحيف دون بقية الورثة. نعم. بارك الله فيكم. أبو سليم من أبها يقول: حججت منذ 7 سنوات وتركت طواف الوداع ناسيا، ولكن طفت الإفاضة وذهبت للحج مرة بعد ذلك وأتممت الحج، فماذا علي في المرة الأولى؟ عليك فدية عن طواف الوداع، لأنه واجب من واجبات الحج، ومن ترك واجبا فعليه فدية، تذبح شاة في مكة توزعها على فقراء الحرم ولو كان هذا الحج متقدما منذ سنين، الفدية باقية في ذمته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة السائل سعيد أحمد من جدة يقول: فضيلة الشيخ، طلب مني أخي أن أبقى عنده في المستشفى حتى نهاية الزيارة، ولكني لم أرد عليه وذهبت مع زوجتي فقال: لا سامحك، لا أسامحك أو أسمح لك، ثم توفي في تلك الليلة من بعد فراقي له، هل علي شيء وما الأعمال التي أحاول أن تصل إليه؟ نعم، أخطأت في هذا، ما دام أخوك بحاجة إلى حضورك، لا سيما أنه قريب من الموت وهو يحتاج بقاءك عنده، أنت أخطأت في هذا، عليك الاستغفار والتوبة، وعليك وأيضا إذا أردت أن تنفعه بصدقة أو بدعاء أو بحج أو عمرة فهذا زيادة خير مبر منك له. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا ويجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أسأل الله العلي القدير أن يبارك بأقواله وأعماله وأن ينفعنا بما سمعنا. هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذه الحلقة. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.